السلام عليكم، ازيكم باشمهندسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مهندس اسلام فوزي، والنهارده هنكمل الجزء الثاني من حلقة تصميم وتنفيذ دوائر الكنترول لغليات البخار. خدنا المرة اللي فاتت دائرة السيفتي، التحكم السيفتي، ودائرة التحكم في الووتر بامب المضخة، ودائرة الباور للتحكم في الترومبة، وكمان اتكلمنا على الووتر ليفل كنترول وازاي بتحكم في ارتفاع المية. وقلنا ان احنا عندنا كان عندنا 2 كنترولر، واحد بيتحكم ان هو يشغل المضخة اوتوماتيك لما توصل للبي ويفصلها لما توصل لمستوى الايه، والتاني بيفصل الكنترول لما المية تقل عن مستوى السي. تمام كده، تمام. النهاردة هنتكلم على هنك هن هن هنشوف التنفيذ العملي للكلام دوت، وهنتكلم على دايرة البرنر وازاي الكنترول بتاعها بيتم. تمام، طيب نيجي واحدة واحدة كده. احنا هنا قلنا لما هنيجي نشغل كده نعمل سيميوليشن عشان نشوف ازاي الكلام ده بيتم. طبعا هنا هنمشي واحدة واحدة كده. طبعا انا هنا السي والدي، فانا هقول له خلاص ان كده المية وصلت عند السي، تمام، بحيث ان هو هنا يجي يقفل لي الايه الجزء اللي هو النقطة المفتوحة من الريلي ده عشان اقدر اشغل دايرة الكنترول. دايرة الكنترول كده اشتغلت، والريلي السيفت ريلي اشتغل. المفروض هنا ان خلاص المية هتبدأ تشتغل اوتوماتيك، ويبدأ الحساس ان هو يتأكد ان في مية في المواسير قبل الترومبة. هنزل تحت هنا عشان اقول له ان المية وصلت للبي عشان يبدأ ان هو يشغل النقطة بتاعتها، تقفل هنا والمضخة تشتغل. المضخة هلاقيها هنا، بص هنا في نقطة المفروض هنا كنا عاملين شورت عشان نشوف الاوفرلود هيشتغل لأ، نسينا نشيلها. كده شلناها، هاجي نشغل تاني، وهاجي تحت شو اقول له ان المية تمام واصلة عند مستوى البي. فكده الدنيا اشتغلت معايا والبي قفلت. المفروض هنا اجيبه ان هو يشتغل على وضع المضخة الاوتوماتيك، بحيث المضخة تشتغل وتفصل اوتوماتيك لما توصل عند الايه، وتشتغل لما توصل عند البي. طبعا دوت الحساس ده اللي بيقول لي في مية في المواسير قبل المضخة ولا، عشان متشتغلش على الفاضي. كده المضخة الاقيها اشتغلت معايا وبتملى تمام الايه الخزان بتاع، او بتملى الغلاية. طيب في نقطة بقى مهمة هنا، كده احنا وصلنا لغاية كده تمام. الريلي دوت اللي هو لما الكنترول اشتغل، طبعا الكنترول قلنا فيه 2 سنسور للبريشر، لو في اي واحد منهم حس بضغط عالي هيفصل لي الكنترول وهيفصل لي الريلي ده اللي هو السيفت ريلي، ونعرف ده بيستخدم بيه، وهيشغل لي انذار وهيشغل لي لمبة الايه الانذار. لما الحساس بيرجع تحت الضغط بتاعه اللي هو مظبوط عليه مثلا 4 بار او 4.5، الدايرة بتشتغل معاه والسيفت ريلي بيشتغل معاه. طب السيفت ريلي ده فايدته ايه؟ انا واخد منه نقطة مفتوحة في دايرة البرنر، بحيث ان هو لو في اي مشكلة في الكنترول ما يشغليش ايه، ما يشغليش البرنر. طب كده لو قبل ما نروح للبرنر عايزين نشوف حاجة هنا، انا المضخة لسه شغالة ليه؟ عشان هو لسه موصلش عند الايه. طب لما يوصل عند الايه اللي هو المستوى ايه، اللي هو كده وصل عند اعلى نقطة هنا، ايه اللي هيحصل؟ هنطلع فوق هنا هنلاقي ان ايه المضخة فصلت والنقطة فتحت بتاعة الريلي تمام، والمضخة فصلت عشان هو كده تمام، المية مطفتش، المية وصلت للمستوى بتاعها تمام، كده المضخة فصلت، كده الدنيا شغلنا تمام. نيجي نشوف الريلي R1 ده اللي هو اشتغل لما الكنترول والحساسات بتاعة الضغط قايلة ان الدنيا تمام. هنيجي هنا هنلاقيه قافل وقايل لك ان الدنيا هنا تمام، ان الايه البرنر يقدر يشتغل معايا. طب هنرجع كده خطوة، ولو جينا مثلا الحساس ده قال لي فيه مشكلة، بص الريلي فصل، ايه اللي هيحصل هنا؟
هلاقي النقطة بتاعته فصلت هنا. طيب نيجي نبص بقى قبل ما نشغل على دايرة البرنر عشان نشرحها واحدة واحدة كده. دايرة البرنر ده مفتاح سنجل بول بيدخل لي الكهرباء. طبعا انا واخد هنا قلنا نقطة من مضخة من الكونتاكتور عشان اضمن ان المضخة تمام شغالة. والنقطة بتاعة السيفتي ريلي ماشي. ماشي النقطة بتاعة السيفتي ريلي. طيب هنتكلم في نقطة هنا في غلطة هنا بس هنتكلم عليها دلوقتي وهنعدلها. انا واخد هنا نقطة من المضخة ان هي شغالة تمام. طب هي دلوقتي هو وصل عند ليه؟ هل المفروض البرنر ما يشتغلش؟ لا المفروض يشتغل، المفروض يشتغل. يبقى ممكن نلغي ايه النقطة دي. هنا ممكن نشيلها ماشي. شغال تاني تمام. يبقى انا عندي هنا طبعا دي نقطة مفتوحة من تايمر هنعرف ايه فايدته. طبعا التايمر ده معمول عشان في حاجة اسمها فوتوسيل اللي هو خلية ضوئية بتشوف البرنر اللهب بتاعه اشتغل ولا لا. يعني لما اشغل البرنر المفروض استنى شوية السنسور ده يحس باللهب فيفصل لي التايمر ده. التايمر ده هو هنا اللي ليه نقطة هنا، لو ما حسش باللهب بيفصل لي التحكم في البرنر. يعني معنى كده ايه؟ بص كده معايا، ادي ده الكهرباء المفروض بتدخل من هنا، بتدخل في حساس على مضخة على الخزان بتاع ايه الوقود، حساس ضغط تمام على خزان الوقود اللي هو مثلا لو البرنر ده بيشتغل بايه بسولار مثلا تمام. وعندي هنا يخش هنا عندي مضختين، مضخة الوقود اللي هي السولار وفي حاجة اسمها البلاور اللي هو بيضخ هواء. انا عشان يحصل اشعال عندي البرنر ده بيعمل لهب، فعشان يحصل اشعال عندي لازم عندي ايه؟ عندي وقود وعندي هواء وعندي شرارة تمام. طيب انا هنا هاجي هشغل الكهرباء هتمشي هنا ماشي، وهتشغل المضخة بتاعة الوقود وهتشغل الايه البرنر البلاور الهواء، وهيجي هنا يتأكد ان الضغط تمام بتاع خزان الوقود وان المضخة اشتغلت بتاعة الوقود. هنا نقطة مفتوحة من الكونتاكتور اللي هو كي ام اتنين ده بتاع ايه بتاع مضخة الوقود، يتأكد ان هي اشتغلت ويتأكد ان البلاور اشتغل، يبدأ ينور لي لمبة خضراء يقول ان البرنر اوكي تمام كده. ويبدأ يعمل لي ايه بقى؟ يطلع يشغل لي ايه محول اللي هو الشرارة، يحول 220 فولت ل11 كيلو فولت امبير، ومحول تاني يشغل لي موتور السيرفو اللي هو بيحول من 220 فولت ل24 فولت اي سي، وحاطين هنا فولتميتر اهو هيطلع لي الفولت هنا، وادي الموتور السيرفو اهو ده اللي بيقلب لي ايه الوقود عشان ما يحصل الشرارة يشتعل على طول طبعا. وهنا بيفتح لي الصمام بتاع ايه بتاع الوقود اللي على مواسير الوقود اللي داخلة على الغلاية. طيب هنا لما المفروض بقى الكلام ده كله يحصل في شر في لهب يحصل، اللهب اللي بيمشي في المواسير ويسخن الماء. لو الحساس ده اللي هو الفوتوسيل ده اللي هو بيتابع ايه الفليم ده او بيتابع اللهب، بيتابع اللهب محسش ماشي باللهب، محسش باللهب هيعمل ايه؟ هيفصل لي التايمر ده، هيشغل التايمر، فالتايمر بعد وقت هيفصل البرنر عشان اللي هو كده كل حاجة شغالة بس مفيش لهب كده مشكلة، فيفصل التايمر ويشغل لي انذار ويشغل لي سرينة. طب نجرب كده ونشوف الدايرة بتاعتنا هتمشي ازاي. هاجي هنا
هشغل هنا اول حاجة اقول له ان هو المية وصلت للمستوى بتاعها ووصلت للبي زي ما احنا قلنا، تمام. واجي هنا خلاص، هنا دايرة الكنترول شغالة معايا واللمبة نورت. هاجي هنا اشغل اوتوماتيك، هلاقي الدايرة اشتغلت معايا. طبعا الحساس اللي هو في اللي فيه مياه في المواسير قبل المضخة، والمضخة تشتغل معايا وتفتح السولونويد اللي هو بتاع مواسير المياه داخلة على الغلاية. واجي هنا الاقي الموتور اشتغل معايا. طبعا هنا خلاص هيفضل يملى لغاية ما يوصل عند مستوى الايه وايه، والاقي هنا لما يوصل عند مستوى ليها هبص هنا كده هلاقي الموتور هيقف دلوقتي، هو كده تمام في مية في الايه في الخزان. هاجي هنا ده الكنترول بتاع ايه البرنر، ادي البرنر اهو شغال. لو خدنا بالنا هنا مكتوب هنا في 24 فولت هم طالعين، والموتور اللي هو السيرفو شغال، والايه والسولونويد فالف بتاع الوقود شغال، والمضخة بتاعة الوقود والبرنر شغالين، وبيقول لي البرنر ايه اوكي تمام. طيب بص ايه اللي حصل، عشان هنا ايه اللي حصل، السنسور ما شافش ان في لهب، السنسور ده ماشي ما شافش ان في لهب، فعمل ايه، شغل التايمر، والتايمر فتح النقطة بتاعته الاوكسيلري كونتاكت بتاعته وشغل لي انذار وشغل لي سرينة. طيب هنفصل كده الدايرة دي تاني. بص هنا ده المفروض فلاتر تبقى، وده فلاتر تبقى مقفول، لما يحصل لها بيفتح. بص كده انا هشغل، الدنيا اشتغلت تمام وحس ان في لهب ففتح، فالدنيا هتفضل شغالة معايا. الموتور شغال اللي هو السيرفو بيقلب، الفيرنس فليم اللي هو الشرارة، الشرارة ماشي اللي بتعمل الاشتعال، الشرارة بتخرج من المحول ده، والدنيا تمام شغالة، ومضخة الوقود شغالة، والبلاور شغال، والحساس اللي هو الفوتوسيل حاسس بإيه، حاسس ان في لهب. طب في اي وقت الفوتوسيل ما حسش ان في لهب، بص ايه اللي هيحصل، بص ايه اللي هيحصل هنا، هلاقي وقت معين اللي هو مثلا 20 ثانية، والكونتاكت ده هيفتح هيفصل لي البرنر، الكنترول بتاع البرنر. اهو فتح الدايرة كنترول، وقف كل حاجة هنا وفصل لي وشغل لي الايه انذار وايه والسرينة. فدي كانت دايرة التحكم في ايه في البرنر. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا، وطبعا تعملوا سبسكرايب وشير للقناة، عشان طبعا دعمكم لينا دي حاجة مهمة عشان نقدر نعمل فيديوهات تفيدكم اكتر. ولو تعرفوا اي حد مهتم بالمحتوى اللي بنقدمه ياريت تشيروا له الفيديو. وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.